معايا ايضا الدكتور محمد حموده المحامي بالنقد ومحامي شركه هاينز. دكتور حموده، يعني اعتقد انه هذا البيان اثلج صدرك كمحامي، ما هي خطواتك القادمه؟ بالفعل يا فندم، البيان ده اسلك صدري، لا سيما ان البيان ده مش طالع بس على الرقابه على الصناعات، ده طالع الرقابه على الصناعات بتفسر ما قد جاء بتقرير المعامل المركزيه لوزاره الصحه، والذي افاد ان كافه العينات التي اخذت كانت سليمه، وبالتالي انا عندي ثلاث وزارات فحصوا هذا الموضوع بشفافيه، وزاره الصحه وهي المختصه بالصحه، وزارة الصناعة وهي الرقيبة على الصناعات والصناعات الغذائية وقسم الصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك وبيرقصه اللواء عاطف يعقوب وهذا الرجل المحترم الفاضل، الثلاثة دول في وقت واحد قالوا رأيهم بمنتهى الشفافية، وبالتالي وضح تماما الكلام اللي أنا جيت مع حضرتك من أسبوع على التليفون وقلته، لما قلت لا داعي لاستباق الهجوم، والهجوم ده هجوم منظم من بعض الناس أصحاب الأغراض والأهداف في هدم الاستثمارات الأجنبية. وقلت ساعتها إن الأخ أحمد مهران بيطلع في قناة الجزيرة مقدم البلاغ عشان مسمينا دولة الانقلاب حتى الآن، وفيديوهاته ومواقفه كلها مواقف ضد النظام القائم، وهو بيدعم جماعة الإخوان المسلمين. للأسف مشينا وراه ومشينا على هدي تفكيره، إلى أن أطحنا بسمعة شركة أمريكية هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، هاينز المواد الغذائية. هاينز الشركة دي يملكها المستثمر الأمريكي صاحب هاينز العالمية وارن بافيت. طبعا هذا الملياردير العملاق الذي يعشق مصر، اللي لما قالوا له ما فيش توزيع أرباح من 2011 قال لهم زودوا الاستثمارات، لما قالوا له احنا قامت ثورة 2013 على الإخوان المسلمين قال اشتروا الأرض اللي ورا المصنع وكبروا المصنع خلوه مصنعين، لما قالوا له قناة السويس هتبقى مجرى عشان توزع على أفريقيا وآسيا قال لهم يبقى احنا أول شركة هتتخذ من مصر مركز للتوزيع على أفريقيا وآسيا، بيصدر في السنة بمبلغ حوالي 80 مليون دولار، ده مؤقتا، لما يفتح المصنع الثاني المبلغ بيزيد، كل ده عمله صعبه بتخش للبلاد. لما قالوا له المرتبات في انفليشن زود المرتبات ثلاث مرات في خلال الست سنين، فزادت المرتبات بنسبه 100%. الراجل ده النهارده بعد ما كان هيرفع، انا قدرت ان انا اقنعه لان كان فريق الليجل بتاعه كان كله عايز يرفع دعوى تحكيم ضد الجهات اللي سمحت بهذا الاجراء اللي اتخذ ضده في كل الصحافه وفي كل الاعلام، لما شرحت له ان احنا ننتظر وشرحت لهم قدرت ان انا امنع اي حاجه وقدرت ان انا اسيطر على الموقف، والحمد لله ان عندنا وزير زي وزير الصناعه والتجاره قدر بجهازه ان هو يطلع ويعلن لاول مره بنجد شفافيه مطلقه من كل الاجراج زي جهاز حمايه المستهلك اللي هو عاطف يعقوب، يطلع ويعلن برضه نفس الكلام، يطلع وزاره الصحه بمنتهى الشجاعه ضد الراي العام اللي كان بيتحاول يتكون من بعض القنوات او من قناه بذاتها ومن برنامج بذاته مشترك مع احمد مهران، هذا قدر لاول مره نجد بعد ثوره 2011 او بعد حركه 2011 نجد ان في مسؤولين عندهم الشجاعه ان هم يقولوا لا انا كفايه ليك احمي الاستثمار، طالما الاستثمار محترم وبيحافظ على الصحه العامه وبيدي للبلد ما بياخدش منها، لاول مره نجد تعبير صريح وشجاعه غير عاديه من المسؤولين يثابوا عليها واثمن بكل حب وبكل تقدير، ليس من اجل هاينز وانما من اجل الاستثمار في مصر. اما بقى ايه بقى يعني دلوقتي ايه الوضع بالنسبه للرجل المحبوس، وايه خطوتك انت الجايه بقى كمحامي في هذه القضيه؟ انا انتقلت النهارده قابلت على الفور فور صدور البيان السيد المحترم الموقر المحامي العام لنيابات اكتوبر المستشار احمد براق، قابلته واتكلمت معاه وقال لي انه هيجيب بكره المعامل المركزيه بتاعت وزارة الصحة عشان يسألها عن بعض النقاط يستوضح منها إذا ثبت إن قال لك التقرير طبعا قدامي، قال لك حقكم كامل هتاخدوه من كل النواحي،
كإجراء النيابة. أما الإجراء بقى اللي أنا هتخذه أنا شخصيا بقى، فعندما تنتهي النيابة من التحقيقات بإذن الله، وستنتهي قريبا لأن الوضع صار للجميع وللكافة يخلق سبيل إن شاء الله بإذن الله عز وجل، لو النيابة ارتأت هذا أو القضاء في تجديد حبسه بعد بكرة، والوضع صار واضح جدا جدا إن مفيش أي موجب لاستمرار التحقيق ده ساعة بعد النهاردة، بعد ما طلعت كل الجهات قالت إن أنا سليم وموقف سليم، مفيش موجب، وأنا واثق ثقة عمياء في النيابة العامة وفي القضاء المصري. طبعا بعد ما يحصل ده بقى، أنا ليا موقفي الشخصي بعد مراجعة المجموعة، مجموعة هاينز، في اتخاذ إجراءاتي حيال البرنامج اللي نشر هذه الأكاذيب، وأنا بأناشد من منبر حضرتك وزيرة الاستثمار المحترمة إنها تتخذ قرار يسلك صدرنا كلنا لأول مرة في تاريخ مصر كده، قرار شجاع. هي الأمينة عن الاستثمار وهي المسؤولة عن القنوات، إما أن توقف بث القناة وإما أن تمنع البرنامج من الظهور، وذلك لمخالفته لميثاق العمل الصحفي، وذلك أيضا لبثه إشاعات أدت إلى اضطرابات حقيقية داخل المجتمع لمساسه بالاستثمار الأجنبي، لأنها أدت للتأثير على شركة أجنبية استثمارتها بمليارات الدولارات في العالم كله في 190 دولة، كادت أن تعصف بالاستثمار في مصر، كادت أن تتسبب في أن مصر تخش قضية تحكيم تخسر فيها مليارات الدولارات. مجرد برنامج يطلع يهزر هذا الهزار، يجب أن يتخذ إجراء حيال البرنامج وحيال القناة. ثقتي واحترامي الكامل لأخي الحبيب الدكتور حسن رادم وهو صديق، لكن أنا كلمته وقلت له دكتور حسن لو سمحت وقف الهزلية اللي بتحصل في البرنامج ده، على تحقيقات محل النيابة العامة ومحل وزارة الصناعة ومحل حماية المستهلك، حماية المستهلك ومحل وزارة الصحة انتظروا. فللأسف الشديد ما فيش حد انتظر تمره في يعني هذا الأسلوب الهجومي. أنا بقى بحبش أناقش برامج تانية في برنامجي، لأن أنا بعتقد أنه في هذا البرنامج إحنا بنتحرى دقة، بنتكلم بشكل موضوعي يختلف تماما عن الآخرين، وبالتالي معلش يا دكتور يعني مع احترامي لما تريد أن تفعله، لأنه بالحقيقة يعني أنه يعني هو السؤال مين اللي هيعوض هاينز سمعتها، هو ده السؤال يعني الناس تغلط ومين اللي هيعوض هاينز، مش بس هاينز وإيديتا وشركات المياه الغازية وصلاح دياب وكل الناس، يعني الفكرة انه الناس سمعتهم بتروح وبعدين نقول لهم سوري احنا اسفين اصله كان غلط. ده كلام صح يا فندم، وانا اسف ان انا اقول لحضرتك المرة دي بقى، انا مصمم بس بعد مراجعة العميل على ان انا أخذ تعويضاتي كاملة من القضاء يديني حقي، والقضاء هيديني حقي لأن الواقعة فجة، والقناة المسؤولة عن هذا أنا هأقاضيها. أنا عارف إن برنامجك ما بيحبش يتعرض. أنت عارف أنا ما بحبش. لا أنا عارف المبدأ، ولكن حضرتك تسمحي لي أنا بقول لك اللي أنا هعمله بعد مراجعة عميلي. أنا لن أسكت على هذه الهزلية، حماية لوطني، حماية للاستثمار في وطني، حماية على سمعة الناس وعلى حياة مين اللي هيعوض مليارات الدولارات اللي خسروها في الـ IPO في الأسهم بتاعتهم في العالم كله؟ مين اللي هيعوض السمعة اللي اتهزت واللي هتفضل مهزوزة؟ لأن لو واحد والعلاقة معانا إن إحنا إيه مصر دي اللي بتحبس الناس، ده العادي خالص. بتحبس الناس بالظبط. بشكرك يا دكتور محمد حمودة محامي شركة هاينز.